حضراتكم وصباح طيبه. بنروح معاكم لفقرتنا الحواريه في حلقتنا النهارده اللي بنتكلم فيها عن دور التمريض مع بدايه تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل. بيسعدنا يكون ضيفنا ليحدثنا عن هذا الموضوع هيكون في ضيافتنا النهارده استاذ محمد جمال نقيب التمريض باسوان. اهلا بحضرتك. أهلاً، شرفتنا ونورتنا استاذ محمد. اهلا بيك وحضرتك طيب. استاذ محمد، في البدايه طبعا مع بدايه تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل ومن ضمنها محافظه اسوان في المرحله الحاليه، حابين نتكلم في البدايه عن منظومه التامين الصحي الشامل بشكل عام الاول. هو سيادتك طبعا منظومه التامين الصحي الشامل دي اعتبر احنا في التدريج اعتبر المحافظه رقم 3 أو 4. طبعا طبقت في محافظه بورسعيد، الاقصر، اسوان، اسماعيليه. طبعا هي تجربه ناجحه طبعا، بس انا حبيت برضه عايز اوضح نقطه ان ما اسموش التامين الصحي الشامل. هو التامين الصحي ده عباره عن 3 محاور او 3 لجان. في حاجه اسمها لجنه الرعايه الصحيه، وهي دي اللي حاليا في اسوان والكل عارفها، هي دي اسمها لجنه الرعايه الصحيه بالنسبه باسوان، دي اللي يراسها الدكتور احمد السكي. ده رقم واحد. رقم اثنين، في حاجه اسمها لجنه الرقابه والاعتماد، دي راسها الدكتور احمد طه وتحت رئاسه الجمهوريه. دي اللجنه دي اسمها لجنه الجهار، دي اللي بتجي تفتش على المستشفى جوده ومكافحه عدوى، وبتقيم المستشفى ان المستشفى دي تنفع او ما تنفعش. عشان كده خلينا رئاسه الجمهوريه عشان نقدم خدمه صحيه عاليه. صح. مخلين رئاسه الجمهوريه بس اللي تشرف عليها، عشان ما فيش وزاره تاثر عليها ان تعتمد المستشفى دي، متعتمد عليها رئاسه الجمهوريه. من رئاسه الجمهوريه. رقم 3، ده التامين الصحي الشامل، ده اللي راسه سياده وزير الماليه. هنا في بقى بين الرعايه الصحيه والتامين الصحي الشامل بشو ايهما اعلى. يعني انا دلوقتي في مستشفى، مثلا مستشفى في اسوان اخذت اعتماد لجنه الجهار، لجنه التامين الصحي الشامل ممكن تعاقد معاكي، يقول لك والله انا عايز خدمه كذا كذا، اللي هو الممثل المالي للمنظومه، الممثل المالي وهو اللي التامين الصحي الشامل غير الرعايه الصحيه. الرعايه الصحيه دي ستك بتاجي تتعاقد، انا هتعاقد معاك بكذا مثلا، والتامين الصحي الشامل اتعاقد بكذا، بيشوفوا ايهما اعلى، ايهم اعلى بيتعاملوا معاه. بس ده رقم واحد، لازم بيعدي على لجنه الاعتماد والرقابه دي اللي بقول لك رئاسه الجمهوريه. ارجع تاني اقول لك ان احنا محافظه يعتبر رقم 4 أو 3 في موضوع التامين الصحي الشامل. طبعا دي خطوه ايجابيه، طبعا دي تحت رعايه سياده الرئيس نفسه، هو مهتم بيها ومتابع بيها اول باول طبعا الاخبار كلها. وهنا بالنسبه للمحافظه طبعا السيد المحافظ متابع برضه الخطوات السريعه اللي بتحصل بالنسبه للتامين الصحي الشامل. انا شايف ان هتعمل طفره كبيره جدا بالنسبه للمرضى بالنسبه للمحافظه هنا، لان اول حاجه فيها خدمه فوق الممتازه. تاني حاجة انت ما بتروحيش، ما فيش حاجة اسمها مجاني وانت تاخد دورك، لا ما فيش مستلزمات، لا انا العملية اتأخرت، لا ده انت بديك زي كارت او اشتراك كده بتروحي بيه، انت بتروحي وحدة الصحية، لا انت عندك كذا كذا كذا، بروح يمجي لك لمستشفى معينة، بعد كده الكارت ده من حقك، ممكن تروحي اي مستشفى خاصة بتتعاملي بيه وبياخد الكارت منك ودخله وبديك الخدمة فوق الممتازة. بتبقى يعني بالعاميه ما بيبقاش صبعك تحت درس اي حد، لا انت اوبن بالنسبه للعلاج او بالنسبه للمريض، يروح اي حته وبفلوسه، ما حدش هيقدر يزنق عليه ولا يفرض عليه حاجه معينه. فعلا. طيب يمكن بنتكلم كمان عن فوائد المنظومه على المواطن ودعوه المواطنين للاشتراك في المنظومه. هم ممكن يبقوا دلوقتي بيسالوا طب احنا ازاي ممكن نشترك في المنظومه او نندرج تحت مظله التامين الصحي الشامل؟ هم طبعا كل منطقه فيها طبعا وحده صحيه اوريدي طبعا ماخدين تعليمات من الرعايه او من اداره التامين الصحي الشامل، ان اي مواطن بتوجه اليها بياخدوا منه البطاقه وشهاده الميلاد الاطفال، وبيبتدي يعمل له زي كارت كده زي البطاقه سيادتك ما ممكنها، بياخدها بيبقى دي هي دي معاه العلاج بتاعه بالنسبه لاي مستشفى. انت لو رحت دلوقتي مثلا مستشفى زي مستشفى المسله او تخصص الصداقه، معاك الكارنيه بيعمل لك تخفيض مبالغ رهيبه. يعني انا لسه حد ما كان من كمين بيكلمني بيقول لي كنت هدفع في حدود 5000 جنيه، لا لو معايا الكارنيه بتاع التامين الصحي الشامل هدفع 400 جنيه 300 جنيه. فرق كبير جدا. فرق طبعا. كبير جدا طبعا. يعني كاني رايحه مستشفى خاص او عند دكتور خاص بس تحت رعايه الدوله. طبعا. هي الفكره في كده. ثاني حاجه عندهم حاجه اسمها رضاء المنتفعين. دي زي خدمه المواطنين بس دي مفعله. اي غلطه على طول بتتجه للمركز ده او للناس المسؤولين عن
رضا المنتفعين دول، وبالفعل بتاخذوا اجراء وبيمشوا معاك وشوف ايه اللي ناقصك وايه اللي عايزاه. ثاني حاجه لجنه الجهار دي ما بتطلعش غلطه. يعني المستشفى او المركز او المكان ما بيبقاش فيه غلطه عشان الاعتماد. على اعلى مستوى بصراحه. طبعا. ثانيا انت داخله مستشفى كبيره زي كده او مكان معتمد، ما فيش حاجه اسمها لا معلش اشتري سرنجه من بره مش موجوده، لا روح هات لي شاش، لا روح هات لي كذا، الموضوع طبعا ده مرفوض شكلا وموضوعا. ده مش هنلاقيه، مش هنشوفه تاني. لا ما فيش النهارده ما فيش سرير، لا هو لازم يوفر لك سرير فيه كونكشن معمول بالنسبه لمستشفياتهم كلها، هيبقى فيه اي مريض يدخل لمكانه لمستلزماته لادويته للمعامله فوق الممتازه. ما فيش انا ما عنديش التخصص ده، لا اشوف التخصص ده في مستشفى ثاني، طبعا الكلام ده ما فيش بتاتا يعني. تمام. يمكن اي حد من المشاهدين دلوقتي بيتفرج علينا هيسالنا، طب والتامين الصحي القديم، طب والناس اللي هي اوريدي مثلا تبع وظايفها عندها رعايه طبيه بشكل او باخر، كل ده هيندرج تحت مظله التامين الصحي الشامل ازاي؟ انت قصدك يعني زي نفقه الدوله والتامين الصحي مثلا؟ مثلا التامين الصحي العادي. هو طبعا بالنسبه للتامين الصحي العادي ده فهو الغدر بتشغل زي ما هو، هيجي فتره هيتلغي، هيبقى ده تابع للتامين الصحي الشامل. الشامل ده هيلغي حاجه اسمها نفقه الدوله، بس مش دلوقتي يعني. فيما بعد الترتيبات هيبقى كله تامين صحي شامل زي ما قلت لك، هيبقى فيه كارت، مش هيبقى فيه علاج نفقه الدوله، مش هيبقى فيه برضه من داخل التامين الصحي الشامل. التامين بتاع الموظفين والكلام ده برضه هيبقى من داخل التامين الصحي الشامل. هيبقى فيه بالنسبه للاهالي في توريدات على ما اظن ماليه، ما اعرفش فاكر كم بالتحديد بس بسيطه. بالنسبه للموظف اللي عنده عيال برضه هيتخصم منه ليه وعياله، هو كله هيندرج تحت، كله على مستوى المحافظه طبعا. طيب حبينا بقى نتكلم عن دور التمريض في خدمة المرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. طبعا هو التمريض لا شك انه معروف هو 80% من المنظومة الصحية في أي مكان. طبعا احنا بالنسبة كنقابة وبالنسبة كمنظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية الدكتورة كوثر النقيب العام والمشرف عام على التأمين الصحي الشامل، هي بالفعل عاملة دورات مكثفة بالنسبة للتمريض كله اللي داخل المنظومة، من مكافحة عدوى لجودة لأخلاقيات أو حاجات كثيرة جدا فيها دورات. وإحنا النقابة طبعا بنفس الموضوع ده شغالين سلسلة دورات تدريبية ودبلومات بنجهزهم على أعلى مستوى بصراحة يعني. لانه دور التمريض طبعا من الادوار المهمه جدا زي ما حضرتك ذكرت ان هي جزء مهم جدا وجزء كبير من المنظومه الصحيه بشكل عام لتقديم الخدمه للمرضى. طيب هل هو طقم التمريض هو اللي كان موجود قبل كده، ولا هتستقبلوا اعداد جديده من الخريجين هيشاركوا في منظومه التامين الصحي الشامل، وازاي بيتم تدريبهم؟ هو لا زي ما انت بتقول لي، لا سيادتك هو التمريض قاعد، بس احنا اوريدي كل سنه بنستقبل تمريض جديد، الدفعات الجديده اللي بتطلع كليات وكده، كل سنه بيبقى في جديد. هو لا شك زي ما انت بتقولي التمريض موجود، بس احنا كثفنا الدورات التدريبيه. دورات تدريبيه بالكثافه لان انا هقدم خدمه طبيه مميزه فوق الممتازه، فينبغي ان كمان التمريض يبقى ماشي على نفس المستوى. فعلا. هو زي ما الدكتوره طلعت من كام يوم في بعض القنوات وقالت هو يمكن المنظومه الصحيه بتوصل لارقام عالي من المرتبات بالنسبه للتمريض، يعني ارقام ممتازه جدا. الارقام دي طبعا مع اي غلطه زي ما انت هنحديك فلوس عاليه، زي ما هعاملك على الاقل غلطه فيها خصومات. انا هديك رقم مرتب عالي. يعني مش عايز اقول لك ضعف التمريض اللي شغال في الوقت الحالي، ضعف وضعف يعني. لا لكن انا هتابعك بكل دقه. اي خطا في جزء، اي كومنتات فيها جزء، اي غلطه في تذكره فيها جزء، اي تقصير في جزء، يعني زي ما هديك فلوس زي ما هيحاسبك باقل النقاط يعني. طيب ايه بقى المشكلات اللي ممكن تكون بتواجه التمريض في الفتره الحاليه عشان يقوم بدوره الكامل؟ احنا رايحين لتطور صحي كبير جدا الدوله بتشرف عليه، ايه المشكلات اللي بتواجهه علشان يقدر يقوم بدوره بشكل كامل؟ هو طبعا احنا في الفتره الاخيره دي بنشكر سياده الرئيس ان متابع هيئه التمريض وفي زياده في بعض المرتبات والحوافز، مشكور له كل الشكر والتقدير طبعا وربنا يعينه. بس احنا في نقطتين اساسيين يعني. اول حل برضه في نفس المنظومه التامين الصحي الشامل، انا ممرض في محافظه اسوان، ممرض في محافظه اسوان، ممكن تامين صحي اخذ مثلا 12000 جنيه، ممرض في مستشفى ثاني ياخذ 6000 جنيه.
مثلا انا اديك مثلا زي مستشفى صوان الجامعي، او يكون انا عشان قريب منيهم دايما، او انا عشان هناك في المستشفى شايف الموضوع ده. مستشفى زي دي طبعا هي تعتبر هي اكبر مستشفى في اسوان، وهي اللي شايله الضغط كله على المحافظه، وهي شايله طبعا هي اللي تعتبر مستشفى رئيسيه في البلد هي الباور بتاع المحافظه بمرضى الله. حتى لو في تامين صحي شامل لازم حيرجع لها، لان انا يعني عارف ان هو حاليا في تواصل ان هيضموا مستشفى الباطنه تعاقد مع التامين الصحي الشامل ومستشفى الجراح ومستشفى العظام. لكن هنا النقطه اللي برضو اللي عامله مشاكل معانا في المحافظه في الاختلافات التفاوت في الرواتب، يعتبر اول محافظه فيها مستشفى جامعه بالنسبه للمستشفى المنظومه الصحيه. طبعا انت دلوقتي لما انا اقدم مرتب لممرض التامين الصحي الشامل 12 او اكثر او 15 او 16 وممكن يعلى للعلم، في مقابل ممرض تاني بياخد 6000 جنيه وانا في مستشفى جامعي شغال ومدعوك وعيني طالعه، لمجرد ان هو مش تحت مظله التامين الصحي الشامل. انا معلش فين، معلش انا اسف يعني، فين النظام في ذلك؟ فين الناس اللي خطط اللوائح؟ فين الناس اللي خطط السياسات؟ لا انا ممرض دمرت طمنت كله عايز يمشي يروح التامين الصحي الشامل. طبعا انت طبعا بالعقل لو تديني هنا 12000 لا خليكم مستشفيتكم، انا مش عايز اروح في اللي فيها فلوس اكتر. معايا؟ طبعا النقطة دي أنا يعني بناشد فيها سيادة الرئيس، معلش يعني إن هو الرئيس اللي بيخلص معانا بمرض الله، سيادة الرئيس إن يتدخل فيها أو يعرف إيه الأحداث اللي حاصلة فيها، كده في تفارق جامد بين التنظيم. ما هو أنا بقدم خدمة طبية مميزة يا أستاذ محمد في التأمين الصحي الشامل، يمكن بالتدريج الأمور هتختلف وكله هيندرج تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. المستشفيات الجامعية على ما أظن المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجهات السيادية دي كله مكان لوحده، ممكن يعمل معاك تعاقد، التعاقد ده مش هيأثر على الممرض. مش هيأثر، لأن هو التأمين الصحي بياخد المكان المنظومة شاملة، بياخدها بتمريضها بموظفينها بتبقى تابع ليه، الجامعة مش تبقى تابع ليه. يعني النقطة دي عاملة برضو إزعاج فظيع صراحة. طبعا المفروض أعتقد كده المستشفيات الجامعية تنظر نظرة أخرى للوائح بتاعتها في رواتب التمريض والأطباء وكده الموجودين عندهم، علشان يبقى فيه حتى تقارب بينها وبين منظومة التأمين الصحي الشامل. لا دي عايزة اكبر مظلة، عايزه سياده الرئيس نفسه محترم الامور يعني تبقى فيها مؤامات يعني قويه، لكن عايز سياده الرئيس نفسه، لانه سياده الرئيس هو الراعي الوحيد، هو اللي متابع منظومه الصحه الشامل، هو اللي بمدها بالقوه والمادات يعني مهتم بها جدا يعني. طيب دور النقابه في حل مشاكل التمريض بشكل عام ومنهم المشكله دي؟ النقابة احنا لا شك اخترنا الدكتورة كوثر محمود النقيب العام وعضو مجلس الشورى، وسيادتك بالفعل هي قالت لنا يعني هتنوع على الموضوع ده ان شاء الله في مجلس الشورى، وهتتخاطب بقى سياده الوزراء والرئاسه وكده يعني ان شاء الله، قالت ان شاء الله يبقى في خير يعني. طبعا طبعا النقطه الثانيه سيادتك في حاجه اسمها الجمعه والعطلات الرسميه. طبعا احنا زي ما قلت لك سياده الرئيس حاليا مهتم بمحدود الدخل جدا، وحاول قد ما يقدر بيعلي الموظف وعلي التمريض، وان شاف الغلاء او شاف الدنيا سيادته طبعا كل شويه بيعلي المرتبات، يمكن في السنه دي علا مرتين يعني كده مهتم بمحدود الدخل والمعاشات وكده. نتفاجئ ان في قرار من سياده رئيس الوزراء ان وقف جميع الجمعه والعطلات الرسميه وياخذوا بدلا عنها بدل راحات يعني. انا عندي معلش في المستشفيات البدل راحات دي انا اسف يعني، هو الاجازات والاعتيادي مش ماخذها او العطلات بتاعته مش ماخذها، هديله بدل راحات، هو عايز فلوس يعني. موظف زي كده لما يتخصم منه 1000 جنيه ولا 1200 كل شهر، واحنا من الناحيه الثانيه احنا بنحارب وبنحاول بنعلي محدود الدخل بناء عن تعليمات سياده الرئيس، ومحدش يجي على الموظف كده يعني. اتفاجئ ان قرار زي كده، طب قرار يعني بالنسبه لنا احنا مش 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 تعبنا بقرار زي ده مع احترامي. في نفس الوقت طبعا سياده رئيس الوزراء ادى استثناء لرجال الاسعاف والزملاء بتاعت الاسعاف، طبعا مشكورين الناس بتعبوا فعلا وكتر خيرهم، بس في حته عايز اوضحها برضه، انا رجال الاسعاف بتاخد الحاله بتوديها فين؟ بتديها المستشفى. المستشفى يبقى انا برضه على نفس خط النار، انا طوارئ وده طوارئ. صحيح. انا على خط النار وده على خط النار، ما ينفعش انا يعني هو انا مش زعلان ان هو استثنى الاسعاف، لا ده قرار طبعا هائل وفي محله احسن حاجه، لكن ست يعني انا عايز برضه ستك تستثنى احنا كتمريض. احنا التمريض يعني وقفنا كتير مع البلد، وفي جائحه كورونا طبعا كنا يمكن احنا الجيش المتصدي، وقرنا على صفحات الفيس وشكرنا في كل حته، يعني احنا عايزين برضه تكمل الدوله جميلها معانا.
ما ينفعش قرار زي كده معلش يعني بالنسبه للتمريض انت كده بتقللهم. يعني انا تمريض مثلا مقدمين لي اكثر من شكوى في تمريض مستشفى الجامعه. احنا ما بنطبقش علينا المنظومه الصحيه، وجاء لما خصموا موضوع الجمعه يعني اللي بياخد 5000 ياخذ، اللي بياخد 6000 ياخذ له 5000، اللي بياخذ 7000 ياخذ له 6000 كده. طبعا ده مش كويسه بالنسبه لمحدود الدخل او الموظف بصراحه. هل شايف حضرتك ان الخريجين الجداد من المدارس التمريض او من الجامعات اللي فتحت الكليات بتاعت التمريض ان هم فعلا واخدين العلم الكافي اللي يمكنهم ان هم يبقوا متماشيين مع الدوله في منظومه التامين الصحي الشامل في الرعايه الطبيه المتميزه بشكل عام، ولا شايف لا هم بيخرجوا برضو محتاجين تدريب ومحتاجين حاجات تانية كتير؟ لا، هي المنظومه التعليميه كلها اتغيرت بالنسبه للتمريض. يعني الدكتور كوثر طبعا خطط خطوط عريضه ان انت لو لاحظت كان في حاجه اسمها مدارس 3 سنين تمريض. أيوة. طبعا اتلغت، جت المعهد بعد المعهد البكالوريوس، وجاري ان ممكن فيما بعد تلغي المعهد هيبقى على طول كليه تمريض. طبعا ما فيش اقل واحد كليه تمريض بياخد النهارده كليه تمريض بياخد دبلومه ماجستير دكتوراه. أوه. يعني في تطوير سريع. ثاني حاجه دخلت في التعليم بعض المناهج الزياده والتعليميه يعني على اساس ان يطلعوا يبقوا على اعلى مستوى. ثالث حاجه ستك هي في التصريح المزاوله المهنه، الدفعه الجديده دي اللي طالعه بتاخد مثلا التصريح 5 سنين، بعد 5 سنين تعمل له اختبارات ثانيه عشان تدي له التصريح. أوه. مش زينا احنا بتقعد نزل بيتخرج يتعين على طول وخلاص. ما يطلع المعاش غير ما يموت مش المعاش. بيبقى هو معاه الكارنيه والمزاوله المهنه. الموضوع ده اتغير بيجي كل 5 سنين عشان ضمان الجوده. ايوه برافو عليك. طيب يعني عمل التمريض بيبقى غالبا هو بنقدر نحكم عليه من عمله على الارض ومعاملته مع المواطنين ويدخل زي ما بيقولوا مجال العمل. هل التدريبات او الدراسه بتاعتهم بتسمح بده، ولا هي كلها دراسة نظرية ويجي بعد كده لما يجي يتعامل على أرض الواقع تبقى فيه مشكلة؟ هو ستك في النظري نفسه كل سنة بينزل يوم أو يومين تدريب في الأسبوع في المستشفيات. مثلا خلص الدراسة المعهد مثلا بعد ما يخلص الدراسة السنتين في المعهد بينزل حاجة اسمها 6 شهور امتياز. دي على رأس العمل، حضور وانصراف وبيشتغلهم على رأس العمل. والمشكور برضو ست الرئيس دي أدى فيها حافز كويس يعني. أدى في حدود 1200 ليهم في الشهر. بالنسبة لكليات التمريض بعد ما بخلص ال5 سنين بياخد حاجة اسمها لما بخلص ال4 سنين بياخد امتياز كلية، ده بيبقى لمدة سنة. فمن خلالها بيتم التدريب بقى. دي بيبقى السنه دي طبعا كلها تدريب. بيطلع فاهم كل حاجه، بيشتغل في اي قسم يكلف بيه بيشتغل فيه. وبرضه اللي سياده الرئيس عمل لهم في حدود 2500 مكافاه او حاجه كده في الشهر يعني. دور النقابه معاهم في حل مشكلتهم بشكل عام والتعامل مع النقابه، هل دور النقابه معاهم فقط حل المشكلات ولا ليها ادوار ثانيه؟ هي النقابه في يعني زي الامور اللي ذكرتها لسيادتك احنا بنحاول نساعد قد ما نقدر، لكن احنا لينا خط بنجي نوقف عنده يعني مع احترام الشديد. ده رقم واحد. رقم اثنين في حياتي طبعا ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا عايزين نعمل عمرات، في رحلات، في حاجات تثقيفيه، في حاجات اجتماعيه، الحاجات اللي زي كده النقابه هي درع للتمريض، لكن في حاجات اجتماعيه بنحاول نعملها، في عاملين زي تعاقدات مع بعض المحلات وبعض المعارض وكده يعني. طيب كلمه اخيره حضرتك تحب تقولها واحنا بنختم لقائنا مع حضرتك النهارده؟ والله انا بتكلم يعني بشكر سياده الرئيس وبقول له يا ريت الموضوعين دول يا ريت يوصلوا له، يا ريت يعني على اساس ان انا التمريض هنا في ظلم مبين يعني. بس مش اكتر. وبنشكر قناه تامنه، بنشكر ستك، احنا اللي بنشكر حضرتك وبنشكر النقابه وبنشكر كل القائمين على عمليه التمريض في منظومه الرعايه الصحيه في مصر عموما، لان فعلا حقيقي هم بيقوموا بدور كبير جدا وما بننساش دورهم في جائحه كورونا وادوارهم الموجوده على الارض طول الوقت. الله يخليك. احنا بنشكر حضرتك جدا. شكرا استاذ محمد جمال نقيب التمريض باسوان، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لتقرير من محافظة سوهاج مع الزميل عبد الفتاح الدقيشي، وبنرجع مرة تانية متواصلين معكم. وصباح طيب.